فالشاهد أن هذا الحديث أو هذا الدعاء تعود المسلمون في مساجدهم أن يدعوا به، وهو ليس فيه ما يتنافى أبدا. إلهي وجلال والإكرام وطول الإنعام، لا إله إلا أنت ظاهر اللاجئين وجار إلى آخره، دعاء تشعر فيه بروحانية وتشعر فيه برجاء. صحيح. لدرجة أن الصحابة قالوا إن الدعاء بهذا في ليلة النصف يفتح الله على صاحبه ويبسط له الرزق بسببه، وهم لا يقولون ذلك إلا عن توقيف، لأن الصحابي ما يذكرش شيء يترتب عليه بسط الرزق أو السعة في الرزق إلا إن كان عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فلذلك قضية إن التسرع برد الأمور الثابتة أو إنكار الأحاديث الصحيحة والتسرع بالحكم عليها بأنها بدعة، هذا أمر نحذر المسلمين قاطبة من الوقوع في هذا الخطر. هل فعلا هي ليلة الدعاء المستجاب؟ نعم، فيها الدعاء مستجاب، وفيها يقدر الله سبحانه وتعالى لعباده وينزل كما في الحديث. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام علي بن أبي طالب قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها إلى سماء الدنيا وينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع رب العزة من كرمه ومن رحمته وهو أرحم الراحمين يجعل مواسم للطاعة. وإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، لأن الإنسان ربما تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. فمن أجل ذلك كان شهر شعبان وليلة النصف من شعبان ويوم عاشوراء ويوم عرفة ويوم الجمعة وغير ذلك من الأوقات الصالحة والكريمة التي يفيض فيها أكرم الأكرمين من فضله ورحمته على عباده المحتاجين. لها أكثر من اسم أظن هذه الليلة، قالوا ليلة الدعاء، ليلة القسمة، ليلة الإجابة، ليلة الشفاعة، ليلة الغفران، والعتق من النيران، لها مسميات؟ وهو هذه المسميات أطلقها بعض الصالحين وبعض العلماء، وفي عبارة عندنا يقول لك كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، لأنها فعلا بيستجاب فيها الدعاء، لأن رب العزة ينادي عباده وهو يحب أن يدعوه، لأنه قال في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الأمر بالدعاء، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. نعم قد تدعو ولا يستجاب، الأمر الوحيد الذي أطلبه المعين ده قد لا يكون، قال لك إن الدعاء في ثلاث أمور، ينفع في ثلاث أمور، إما أن يحقق لك الذي رجوته بالضبط، شفاء المريض، نجاح الولد، كثرة الرزق، شيء معين وحققه، وقد لا يحققه. لماذا؟ لأنه بهذا الدعاء رد عنك بلاء كان ساقع، قد لا يكون هذا ولا ذاك، يدخره للعبد يوم القيامة في وقت يكون أحوج ما يكون إلى مثل هذا الدعاء. فالدعاء نافع لا محالة. يعني ممكن يكون في قضاء فيرفعه الدعاء؟ نعم نعم، الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، وإن القضاء لا